داخل أسوار جامعة الشندي، حيث تحتفل الجامعة مشاهدين بكرنفال التخريج الثالث للأعوام من 2003 إلى 2017. ما كان للجامعة أن تبلغ ما بلغت لولا فضل الله أولا والدعم والسند المشرف التي ظلت تطلع به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. جامعة عظيمة وقوية ومنيعة، ونقف معها ونتمنى لها إن شاء الله التطور والازدهار. نهنئ أبنائنا وبناتنا الخريجين ونبارك لأسرهم الكريمة التي علمت وصبرت ومولت.